يا دكتور، انت جاي تخطبني لابوك يا لا؟ يا ريت سني كان قريب من سنك، كنت انا اولى. لا انا بتكلم جد. وانا في منتهى الجد. يوه، يعني مش هزار؟ لا طبعا. طب انت بتتكلم منك لنفسك كده ولا ابوك مسلطك؟ لا ابويا ما يعرفش اي حاجه. الكلام اللي انا سامعه ده بصحيح؟ انت سمعت يا فتحي؟ تصدق ايه في ايه مالكوا؟ فيها ايه يعني لما ادور لابويا على الاستقرار واخليه يودع سنين العزوبيه اللي مضيعها علينا، وادور له كده على واحده سكند زيه تونسه؟ نعم. بتقول ايه يا ابن فرجان؟ معلش ما يقصدهاش. روح انت على الورشه بتاعتك وانا هفهمه غلطه. تعال معايا يا دكتور. ويا ريته كان دكتور بصحيح، ده لسه تلميذ وان شاء الله هيبقى اخيب دكتور في مصر. انا مش فاهم بس انت ايه اللي مزعلك؟ هو الجواز عيب؟ يوه، انت برضو مش عاوز تعمل لك قفله الليله؟ قلنا ادخلي انت. دي حاسب يا اخويا انت كمان ما تحزقش قوي كده، اللي طائلك حرق دي حاجه تفلق. هي الليله دي مالها شم نكد كده ليه؟ يوه تعالى معايا يا دكتور. انا مش جاي مع حد يا عم فتحي، وعايز اعرف انتوا ايه اللي افرادكم انتوا الاثنين بالشكل ده؟ ياه، يكونش النظام القديم اللي هو لسه؟ ايوه لسه يا ابني فرجاني، بس الغريبه بقى انك لسه فاكر مع ان سنك اياميها ما كانش 7-8 سنين. يلا قفل الهلضمه اللي انت داير بيها الليله دي. دكتور ادخل لابوك بيندهلك. انت رحت فين يا دكتور؟ انا هنا جاي لك يا حاج. بعد اذنك يا عم فتحي. بتقول ايه؟ ايه يا حاج، ما سمعتنيش ولا ايه؟ بتقول عايز تخطب؟ ايوه، ما انا كلها شهرين وسنه والامتياز تنتهي واتخرج. من هي بقى السنيوره اللي انت عايز تخطبها؟ ساره شوقي. واضحه يا طنط، الحاج لطفي مش محتاج بنت صغيره يجري وراها ويتجوزها، لان الملايين اللي عنده تجيب له بدل البنت 10، وفي بنات كتير الايام دي عارضه نفسها في سوق اللي يدفع اكتر يشيل. ما الغرضه ايه؟ عايز ينتقم مني ويحيدني في نفس الوقت، لان الحمله اللي عملتها عنه سمعت كويس قوي ووقفت له مراكب كانت سايره وبتجري. بس خلاص، انت سبت قسم التحقيقات في الجورنال بعد اخر مقابله عملتيها معاه، يعني الموضوع اتقفل. ما هوش مضطر يتجوزك ولا يتجوز اختك عشان يضغط. ايوه، بس الدرس اللي خده اكد له انه محتاج لصحافه تسنده وتقف جنبه وقت اللزوم، واحتمال برضو تكون المساله تفاصه وعين زيغه. وده رايي يا سمر، اللي زي لطفي الشرقاوي ما تهمهمش اللي يقدروا يجيبوها او يشتروها زي ما قلتي، لان رأيهم دايما بيجري على اللي في ايدين غيرهم واللي بتستعصى عليهم. احتمال. حضرتك برضو ادرى مني بنفوس البشر. يا شفتي عينات واشكال والوان بحكم مهنتك، يعني شويه خبره صغننين قد كده. انت رايحه فين؟ حضرتك نسيتي انا مش قلتلكوا جايه 5 اشوف رامز وماشي على طول؟ اه صحيح. عن اذن حضرتك. مع السلامه حبيبتي. انا نازله يا ماما. ما تتاخريش. حاضر. الو. ايوه يا ماهر، ازيك؟ خير؟ مسعوده كلمتك؟ في ايه؟ اه طيب، متشكره قوي. انا هكلمها. بتقول ايه؟ لسه زعلانه منك؟ لا، كان زعل كده ساعتها وخلاص. مع السلامة. والله عالية بنت نوفل، عايزة تسافري وتسيبيني لوحدي؟ يوه بقى يما، بصراحة يعني الأستاذة ظروفها طولت وما احناش عارفين هتبعت لنا امتى. مش حد جوزي قاعد لوحده في مصر أسيبه يعني لغاية ما أي واحدة من بتوع مصر ما تاكل عقله. عيني يا عيني، تقولش يعني اللي ستات مصر قاعدين مستنظرين واسم النبي حرسه. ليه؟ كان رشدي أباظة ولا أنور وجدي في زمانه؟ يا اختي تلهي.
يو بقى يما جوزي والقرد في عين امه. لو انت صادقه القرد في عين مراته. بصراحه يما هو كلمني النهارده في التليفون وقال لي ما كنتيش هتحصليني في بحر الجمعه دي يبقى ذنبك على جنبك. هيعمل ايه يعني؟ هيتجوز عليكي؟ طب خليه يعملها كده. والنبي ايه؟ اقعد انا بقى استنى لغايه ما يعملها. لا يما انا نازله بكره رايحه له مصر، واذا كان يعني على قعدتك لوحدك انا كلمت عنايات ام سيد تيجي تقعد معاكي تونسك وتاخد حسك. ياخد حسك ربنا عن قريب. انا لا عايزه ام سيد ولا ام قرد، ولو عايزه تمشي اتفضلي غوري من دلوقتي. يلا يلا غوري. الو. اهلا 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 يا استاذه. اهلا يا حبيبتي، وحشتيني قوي. ربنا يعلم اليومين اللي فاتوا دول عدوا عليا ازاي. الدكتور ماهر الله يستر اصله عدى علينا عشان يطمن. حكيت له على الحنفيه اللي ضربت في الحمام والخناقه اللي دبت بيني وبين البواب. راح الله يستره جاب السباك وتن واقف على ايده لغايه ما صلح ودفع له اجرته كمان. جيت اكلمك عشان اقول لك ما قدرتش، لقيت التليفون عطلان وما تصلحش الا يا دوبك من ساعه واحده. صحيح انا مالي عمال ارغي كده. اصلك قطعتي بيا يا استاذه. قاعده انا والبت المضروبه ساميه بوزي في بوسها ولسه هو يا دوب دقين خناقه من ثانيه واحده. ايه وحياه النبي بتتكلمي جد؟ بعد بكره؟ بعد بكره يعني بعد بكره؟ ازغرت ازغرت. جرى ايه يا وليه؟ انت جننتي؟ بطلي رغي بقى، انا بتكلم في الموبايل. قولي لي بسرعه الدكتور ماهر دفع كام للسباك؟ طيب لا مالكيش دعوه، الصبح تبعتي ساميه تاكد على شركه النقل معادي اللوري الصندوق اللي هيجي ويشيلوا فيه العفش، وبعد ما يحملوا وتقفلي الشقه تدي المفتاح للست اعتماد وتركبي انتي وبنتك وتيجوا. يلا مع السلامه. يعني خلاص زهقتي مننا؟ انا مش ممكن ازهق منكوا ابدا. انا عايزه امشي عشان ما اتعلقش بيكوا اكتر واحبكوا اكتر، وما اقدرش ابعد عنكم والا تتدبسوا فيا. يا ريت. طب والنبي انت ما تعرفي احنا حبيناكي قد ايه. يلا اتفضلي. اتفضل ايه يا اسماء؟ انت لحقتي تشيلي اطباق الغدا عشان تحطي عشاء؟ لا انا مش هقدر اكل حاجه نهائي. وده معقول؟ هو انا كل لما اقولك سيبك من العشاء وتعالي اقعدي جنبي كده وقولي لي انت رايك ايه في اللي حصل الليله. ايه اللي مكان مفتوح؟ دي لا كافتيريا ولا كوفي شوب عشان بنات وستات بيقعدوا فيها. ما عادش يا حبيبي، بقوا زيهم زي الرجاله بالظبط. المهم خلينا في موضوعنا. انت مالك؟ غضبان ليه؟ مقاطع البيت واللي فيه ليه؟ مين قال كده؟ انت لما تقعد طول النهار في القهوه وانت عارف ان كل البيت مستنيك علشان تطمنهم على المشوار اللي روحته، يبقى اكيد في حاجه غلط. بصراحه انا ما كنتش عايز اروح البيت غير لما كل ينام. مش عايز حد يقابلني بلهفه ويقول لي عملت ايه؟ لاني لانك ايه يا رامز؟ ما رحتش؟ يا ريتني ما رحت. في يا رامز؟ ما تقلقنيش، ايه اللي حصل؟ احكي لك. انا رحت حسب الميعاد اللي قالوا لي ادهم بالثانيه. قابلت الاستاذ حامد عطله. قابلني كانه اول مره شوفني. قلت يا عم عدي مشيها فكره. قلت له انا رامز اللي جيت لك قبل كده من طرف الاستاذ سياده القبطان ادهم الجيار. قلت له ان انا ابن خالته. رد عليا ببرود وقال لي استناني في المكتب بره. خرجت استنيته في المكتب اللي فيه موظفين بيتعاملوا مع الناس.
الشويه بقوا كتير، ساعه بحالها فاتت وساعه كمان وراها، لغايه ما العملاء خلصوا وبداوا الموظفين يمشوا، وفجاه لقيتني لوحدي في الهول ده كله. ارتبكت واتلخبطت، اعمل ايه؟ امشي انا كمان؟ كنت همشي فعلا لولا ظهر. معلش يا رامز، كان لازم نستنى البريك. فهمي. ايوه سلم رامز الحاجات دي وعلمه يعمل ايه، مش حواسيك يا فهمي. حاضر يا فهمي. ايوه يا رامز، عايز تقول حاجه؟ اه طبعا يا استاذ حامد، واضح ان في لبس في الموضوع. مش ممكن حضرتك تكون قصد ان انا. انت ايه يا رامز؟ انا ايه؟ انا مش عامل نظافه يا استاذ حامد، انا مؤهل عالي. وبعدين انا لما جيت لحضرتك المره اللي فاتت، حضرتك بلغتني ان انا هستلم الوظيفه بتاعتي في اسكندريه في العلاقات العامه في المركز الرئيسي. بالظبط، وانت رحت اشتكيت للقبطان ادهم وقلت له ان اسكندريه بعيد وانك عايز تفضل هنا في القاهره، وهو كلمنا والاداره بلغتني وقالت انك لازم تشتغل هنا، وده الشغل اللي فيه مكان فاضي لاي وافد جديد وما فيش غيره. ها ايه رايك؟ ما درتش بنفسي غير وانا بضرب الجردل برجلي اليمين، الفرشه برجلي الشمال. حاجه جت في حامد والتانية جت في الساعي، خدت بعضي وجريت زي ما اكون متخدر. فضلت ماشي من هناك لغايه هنا، ما فوتش الا لما قعدت، وساعتها بس حسيت بغلطي. ازاي حامد يعمل معاك كده؟ انا هكلم ادهم. لا لا ارجوك يا سمر ما تكلميش حد، حامد مش غلطان، انا اللي غلطان. اللي عمله حامد ده كان درس انا ما فهمتوش ساعتها، درس عملي. المفاجاه والغضب خلوني مش عارف افكر. انتي تعرفي انا ليه مش عايز اواجه حد؟ لاني مكسوف من نفسي قوي. كل اللي نفسي اعمله دلوقتي اني الاقي الشجاعه عشان اروح لحامد واعتذر له، واعتذر للساعي كمان. طب يا حبيبي ما تسهرش، يا ريت تروح على طول، ويا ريت لما ارجع الاقيك صحي ندردش سوا. ها قد ايه حساس، لكن حظه قليل. يا حبيبي يا رامز، مش عارفه اعمل له ايه. نفسي احس ان جواه ابتسامه بدل الحزن وكسره النفس دي. الموبايل يا مزمزين. اه شكرا. الو مين؟ لا مش عارفه. سوري اصل صوتك متغير. ابدا يا سمر، سيبك من الكلام ده، انت فين؟ انا سامع دوشه شارع حواليك. في تاكسي. وراح فين بقى دلوقتي؟ شغل الصحافه الفنيه بقى يا ستي، كل يوم في حته شكل. لا ثانيه واحده بس يا سمر، يا سمر انا ما قصدتش اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. يا سمر من فضلك، سمر انا ما بحبش الصوت العالي، وطي صوتك. سمر في سواق تاكسي دلوقتي بيسمعك وانت بتزعقي. براحتك. بصي اسمعيني انا مش متصل بيكي غير عشان اطمن على رامز، لان حامد ده حكى لي حكايه غريبه جدا. مش عايز اسمع منك حاجه، خلي رامز بس هو اللي يكلمني. تقدر تطلبه في البيت بعد نص ساعه، هيكون هناك. وايا كان اللي حصل النهارده فما تعملهاش مشكله. عموما احنا صرفنا النظر، هو جات له فرصة يمكن تكون أحسن. وإحنا هنزعل منك ليه بس؟ ميرسي ليك خالص. مالها لهجتي؟ أدهم لو سمحت أنا في الشارع وعندي شغل. أوكي باي باي. أمال فين الناس؟ وأنا مش كفاية ولا يا سمر؟ بلاش تهريج يا محمود. انت مش قلت لي ان في ناس من مجله خليجيه جايين يتعرفوا عليا الليله عشان اعمل لهم شغل؟ ايوه انا قلت كده فعلا،
بس دي الطريقة الوحيدة اللي كنت ممكن أقابلك بيها وأقنعك علشان تيجي تقعدي معايا القعدة الرومانسية دي. محمود أنا ما بهرجش وما بحبش حد يهرج علي، ثم يعني إحنا ما فيش بينا غير علاقة زمالة في جورنال واحد وبس، وما كانش فيه ود قوي يعني بينا، علشان دايماً كنت شايفني في إطار المنافسة وغيرة ولاد الكار، صح؟ صح ومش صح. إحنا ما كانش فيه مشاعر رومانسية بينا قبل كده، لكن عمري ما اعتبرتك عدوة ولا حتى منافسة، وأنا مش شايف أي مانع إن إحنا نقرب من بعض أكتر ما دام ده فيه مصلحة مشتركة بينا ليا وليكي. نجيب من الآخر يا أبو حنفي، إيه بقى المشروع اللي في دماغك وبتجهز له؟ مفيش فايدة فيكي، كل ما أدخلك دخلة رومانسية وحب ونحنحة وأصدق نفسي تروحي هوب مفوقاني. الحمد لله، أحسن أصدقك وتبقى واقعة. يا ساتر عليكي، ده أنت حكاية حودة. يلا أمال خلص. شوف يا ستي، أنا دلوقتي معروض عليا أمسك جورنال جديد ممول من شركة مالتي ناشونال، وده معمول له ميزانية كبيرة جدا جدا، والمشروع مش قاصر على الجورنال وبس، ده كمان معاه قناة فضائية فرايتي ملهاش علاقة بالسياسة خالص. إيه رأيك؟ رأيي ألف مبروك طبعا. يعني أقبل العرض؟ من غير تردد، على الأقل تفضيلي مكانك في الجورنال. طب إذا كنت عايز أخدك معايا؟ بقى ده أنت مصر تتمريس عليا، كل ما تروح حتة عايز تاخدني معاك. شفتي بقى معزتك عندي قد إيه؟ بس الحقيقة أنا مش هاخدك معايا الجورنال الجديد، أنا هوديك القناة الفضائية. إيه؟ تلفزيون؟ وليه لأ؟ أنت فيكي كل المواصفات المطلوبة وبأعلى جودة كمان. فكري قدامك 48 ساعة وتديني الرد. اشمعنى أنا يا محمود؟ مش فاهم. يعني في أسماء كتيرة في مجلات وجرايد كبيرة أهم وأشهر مني، اشمعنى أنا بالذات يا محمود؟ تفتكري ليه؟ ما عنديش إجابة، أنا اللي بسألك. لانك موهبه يا سمر، ولو اخدت فرصه حقيقيه بجد هتبقي نجمه. انت بتبصي على ايه؟ في ايه اللي واخد عينيكي؟ سوري يا محمود، لحظه واحده. في ايه يا سمر؟ رايحه التواليت. طب انا هطلب العشاء لحد ما تيجي. لسه ما جاتش، فضل على ميعادها نص ساعة. ماما معاكي نمرة الكوفي شوب اللي بتشتغل فيه سارة؟ في النوتة جنب التليفون. في ايه يا سمر؟ ولا حاجة، عايزة افكرها بحاجة تجيبها لي وهي جاية. ما تطلبيها على الموبايل احسن. موبايلها مقفول، اصلها بتقفله وهي في الشغل. مساء الخير، اكلم الانسة سارة شوقي لو سمحت. طيب متشكر، اكيد في الطريق. مالك يا سموره؟ في حاجه مضايقاكي عشان كده ما تاخرتيش؟ والله يا طنط، اصلي مرهقه شويه. اخبارك ايه يا رامز؟ ادهم كلمك؟ انا هقوم اغسل ايديا وابدا معاكي الدردشه اللي اتفقنا عليها. اخد دوري قبلك يا رامز، عايزاكي في كلمتين يا سمر. لا خليكم مرتاحين، انا طبيعي هشيل الاكل واحط غيره. قوم. انا لسه مش بعتش. انت لو عليك تفضل تاكل لغايه ما ساره تيجي وتاكل معاها تاني. قوم فز. زورتيني، عمال تنقع عليا. كتر الاكل، قوم فز. يا واد قوم. مش انا 100 مره اقول لك ان انا في فتره نمو لازم اكل كويس. طيب قوم قوم يلا خلص، ده انت جرينك من لسانك. ايوه طن، انت رجعتي من بره متغيره ليه؟ ما انا قلت لحضرتك اني لا، هو لا تعب ولا ارهاق، النظره اللي في عينيكي دي انا عارفاها. وعلى فكره انا غصب عني سمعت رامز وهو بيكلم ادهم في التليفون وبيحكي له حكايته. وحضرتك متصوره ان ده اللي مغيرني؟ امال في ايه دلوقتي؟ تشوفي يا طنط. Good evening everybody. كويس انك جيت، وحضر لك العشاء؟ لا يا حبيبه قلبي، انا اتعشيت خلاص.
الله عليكم، بحب ارجع البيت الاقي الناس كلها صاحيه. ساره عايزاكي في موضوع. ايه؟ بعد اذنك يا طنط. ايه ده؟ بالراحه يا بنتي، هتكسري لي دراعي. في ايه؟ فين الفستان السواري اللي كنتي لابساه الليله؟ فستان؟ فستان ايه يا بنتي؟ انا كنت في الشغل. انتي ما كنتيش في الشغل، انتي واخده اذن من امبارح باجازه النهارده. ما تنكريش، وعشان نجيب من الاخر، انتي كنتي لابسه فستان سواريه اسود وكنتي مع حد في مطعم النايل بيرد. مين ده يا ساره؟ وايه اللي مسخرك معاه؟ وايه اللي يخليكي ما تقوليلناش؟ ساره انا مش عايزه افكر في حاجات وحشه، لاني عارفه ومتاكده انك عمرك ما هتعملي حاجه غلط. ارجوكي تفسري لي اللي شفته الليله. هو انت بقى بتمشي ورايا ولا بتتجسسي عليا؟ ان شاء الله انا شفتك صدفه لاني كنت في ميعاد شغل مع محمود سلام. وبعدين بقى بلاش تقلبي الموقف وتهاجمي عشان تهربي من الاجابه. انا مش بهرب لاني ما كنتش بعمل حاجه غلط. والراجل اللي انت شفتيه معايا دوت ده راجل مهم جدا في بلده، شافني في الكافي شوب فلفت نظره، فضل كل يوم يجي ويحاول يتكلم معايا، لكن انا كنت برفض لان عندنا ممنوع نتكلم مع الجست. واصر وترجاني ان انا اسمح له بفرصه يقعد فيها معايا علشان يفهمني غرضه اللي هو طبعا الجواز. انت بتتريقي؟ طب ايه رايك ان هو ده فعلا عرضه؟ كملي. ابدا، امبارح قال لي ان هو لازم يشوفني النهارده قبل ما يسافر بلده بكره، ففكرت لقيت ان الدنيا مش هتخرب لما اقعد واسمعه هو عايز مني ايه. اه، وتلبسي فستان سواريه وتتشيكي وتروحي تسهري معاه. اظن مش معقول ان انا هروح اقابله بالتيشيرت والبنطلون الجينز او اليونيفورم بتاع الشغل. طبعا لا، جيجي صاحبتي مقاسها قدي فعرضت عليا ان انا اروح لها واخد فستان من عندها، وبعد ما خلصت رجعته لها. ادي يا ستي الحكايه كلها. انا ما يهمنيش قصه الفستان، المهم سمعتي منه ايه وايه اللي عايزه منك الراجل ده؟ الجواز فعلا؟ ايوه الجواز، وواقع لشوشته كمان. ده عارض عليا عرض ينقلني وينقلكم لدنيا عمرنا ما حلمنا بيها. تصوري عايز يجيب لي شبكه الماس من 100,000 ل 500,000، وعربيه سبور من اغلى الماركات هديه خطوبتي، والمهر شيك مفتوح، ومؤخري ما يقلش عن نص مليون جنيه، ويجيب لي فيلا هنا في مصر وزيها في اسكندريه، وشقه في لندن وشقه في باريس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين الكلام ده؟ في الاحلام. ايوه في الاحلام، بس في الاحلام ايه اللي بتتحقق؟ ما صدقش، ده شغل مصباح علاء الدين وخاتم سليمان والجن اللي بيطلع يقول شبيك لبيك. ده هناك في ألف ليلة وليلة وحواديت زمان، وحتى الحواديت دي ما بقاش في حد يحكيها دلوقتي. صحيح انك بنت جميلة وزي القمر وألف من يتمناكي، لكن في اللي أجمل منك وهنا في مصر. يعني منين ما الأخ ده يتلفت هيلاقي؟ ده غير اللي في بلده وفي البلاد اللي بيروحها. صحيح، بس هتعملي إيه بقى في الحب إذا كنت أنا الوحيدة اللي من أول نظرة قلبت كيانه ما خلتوش يعرف يتلم على نفسه؟ هو اللي قالك كده؟ بالحرف الواحد. يبقى بنت لبتها، ده نسخة جديدة من أبو لمعة اللي كانوا بيحكولنا عنه، والهدف إنه يقولك ويربط دماغك ويلف بيك اللفة إياها، وبعد كده باي باي. طب إيه رأيك بقى إن أنا مصدقاه؟ وافقتي كده من غير ما يجي يتقدم لأهلك ويوافقوا عليه؟ أولاً أنا ما وافقتش، ثانياً فهد اداني مهلة إن أنا أفكر فيها لحد ما يرجع من السفر بعد أسبوع، وإذا وافقت هيجي يقابلكم. وثالثاً بقى. وثالثاً إيه؟ وثالثاً بقى أنا مش ناوية أوافق. إيه يا بنتي؟ إيه الحكاية؟ إيه الودودة دي كلها؟ أخدتي أختك وقفلتوا الباب عليك وإحنا مش فاهمين حاجة، في إيه؟ إيه نظام؟ مالكم؟ ولا حاجة، أنا وسارة كنا بنتكلم في موضوع خصوصي كده. لا خصوصي ولا حاجة، أنا عايزاهم يعرفوا، هحكي لكم على كل حاجة. عايز ايه يا حسام؟ انت مش عارف ان انا بكون نايمة في الوقت ده؟ نعم؟ بتقول ايه؟ مش جايلك نوم وعايز تتكلم مع حد؟ وما لقيتش غيري؟ عندك مراتك ولا باباك ولا اختك؟ يا ماما انا محتاج لك.
افتكر انك كبرت على الحاجات دي وممكن تستغنى عني وعن اي حد. الليله مش زي اي ليله يا ماما. الليله حاسس بوحده صعبه قوي، كاني ماليش حد، وكان كل اللي حواليا ما اعرفهمش ولا يعرفوني. ارجوك يا ماما، عايز اجيلك. تجيلي فين يا مجنون انت؟ انا قاعده عند الناس، يعني ضيفه، عايزني استقبل ضيف وفي وقت متاخر زي ده؟ انت اتجننت. انت عندك حق، انا مش قادر افكر كويس، مش عارف. عموما تصبح على خير. عملتي ناشف كده ليه؟ مش جايز محتاج لك فعلا؟ لا مش جايز، ده اكيد. انا عارفه كويس لما يكون في حاجه مأزماه، بس انا هعمل له ايه؟ لو كان الوقت بدري كنت قلت له ينزل واشوفه في اي مكان. يا ترى ماله؟ حاجه تخص مراته ولا باباه ولا اسمها ايه دي؟ ادخلي. كنت خايفه لا تكوني نمتي. ابدا لسه. اتفضلي. انت سبتينا وقمتي ليه؟ بعد ما ساره حكت حكايتها قلت اسيبكوا تناقشوا المساله مع بعض. انت بتعتبري نفسك غريبه عننا يا احلام؟ هي ساره دي مش بنتك؟ طبعا يا اسماء، صدقيني ده اللي جوايا، بس انا محبتش احرجها. تحرجيها ايه؟ دي البجاحه ذات نفسها. ما تقوليش كده عليها، البنت صريحه وشخصيتها قويه. لو كانت صريحه ما كانتش خبت لغايه سمر ما شافتها صدفه. دي حتى مش عايزه تقولينا هي رافضه الراجل ليه. هربت ولما دخلت الاوضه وراها عملت نفسها نايمه، ما ردتش عليا. سيبوها، ما تلحوش عليها، اكيد في حاجه هتتاكد منها لما العريس يرجع، ووقتها هتقول لكم. طب وانت رايك ايه يا احلام؟ رايي ملوش لازمه ما دام هي رافضه. يعني ما نضغطش عليها ونقنعها؟ الراجل لقطه حاجه كده ولا في الاحلام؟ ما هي الأحلام مش شرط تكون غنى وفلوس وعيشة مليونيرات. تعرفي إن أنا مبسوطة من سارة؟ قولي لي ليه؟ طبعًا ليه؟ قولي لي مبسوطين أنا كمان. سارة ما اتخضتش ولا انبهرت بالفلوس ولا ركعت لما الراجل فرد لها البساط ورش عليه الذهب اللي زغل العينين أي بنت في مكانها، وده معناه إن حلمها في مكان تاني مش هنا. أنا عارفة إنك مش نايمة. مش معقولة واحدة يتقدم لها عريس بالشكل ده ويجي لها نو. مش زي ما أنت فاكرة، أنا حتى مش فرحانة. يعني كلام طنطك أحلام صح. هو أنت كنت بتتكلمي معاها هي؟ أنا كنت بحسبك بتتكلمي مع رامز وسمر ونازلين تقطيع في فروتي. أخوكي وأختك فهموني بالمحسوس إنهم عايزين يتودودوا، فروحت لأحلام أدردش معاها شوية. ها وإيه رأيها؟ عاجبها فكرة إن مش همك الفلوس وبتقول إن عندك أحلام تانية. صح. على فكرة بقى الست دي ذكية قوي. يعني فعلا في حاجة تانية وإحنا ما نعرفهاش؟ طبعا. هو أنتوا لازم تعرفوا عني كل حاجة ولا إيه؟ أمال مين بقى اللي يعرف يا بنت شوقي؟ كل حاجة في وقتها يا ست ماما، بس أنا دلوقتي هنام مش هرد عليا سؤال تاني. طيب مفيش داعي بقى تعرفي المفاجأة. قديمة يا ماما، ملعبي غيرها. يعني مش عايزة تعرفي من العريس التاني اللي تقدم لك الليلاتي؟ مين يا ماما مين؟ شوفي يا أختي البنت، ومالك فرحانة قوي كده ليه زي ما تكوني عارفاه ومستنياه؟ طبعا لازم أكون فرحانة، عريسين في يوم واحد. لا وإيه؟ الاتنين مليونيرات. مليونيرات؟ ليه يا ماما؟ مين التاني دوت؟ الحاج لطفي الشرقاوي. بتقولي مين؟ ده جد ده ولا هزار؟ هزار إذا كان بعت الخطبة اللي اسمها مولاي جس النبض الليلة. ده اتجنن ده ولا إيه؟ على رأي المثل اللي بيقول الفقي لما يسعد تجيله عشوتين في ليلة واحدة. هي بقى أختي جالها تلاتة. اتنين، جبت التالت ده منين؟ ده بقى المفاجأة. هي وهو قاعدين يمثلوا علينا إن هما مش طايقين بعض. آخرها لما جه يشوف طنط أحلام لما أغمى عليها كان شكلهم باين إن هما مستثقلين دم بعض قوي. حازم فرجاني؟ آه، عدى عليها النهاردة في القهوة وفاجئني. المفروض إن هو يروح يكلم أبوه ويصارحه. يعني كلها يوم ولا التاني وتلاقي خالتك حميدة جاية تفتح الموضوع مع عمك. لكن سيبك بقى من ده كله، احنا لغينا في موضوع اختك كتير وناسينك. ايه؟ جايب لي عريس مليونير انا كمان؟
يا حبيبة قلبي انت تستاهلي الخواجة بيل جيتس نفسه. بس خلينا نتكلم بجد بقى. ها انت مش ناوية تعيدي نظر في موضوع ابن خالتك؟ رامز الله يخليك بلاش تجيب سيرة الموضوع ده. ليه يا سمر؟ ليه بلاش اجيب سيرة الموضوع دوت؟ هو بيموت فيك لدرجة الهطل وانت كمان بتحبيه، يبقى ليه يا حبيبتي نحط العقدة في المنشار؟ افهم. رايحة فين؟ ما انا ترجيتك ما تفتحش سيرة الموضوع ده يا رامز، وانت برضو مصر، وانا بقى ما عنديش اجابة للسؤال اللي انت بتقوله ده. مش احسن اخدها من قصرها واخش انام؟ يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ انت حرة، بس انا خايف عليكي. خايف عليا من ايه؟ خايف عليا عنس مثلا؟ لا طبعا مش مسألة تعنسي، لان اللي زيك اقصد يعني اللي في جمالك وفي ثقافتك وفي اخلاقك يوم ما هتيجي تتجوز اللي عرسانها يقفولها طوابير. بموت في حنيتك وطبتك. خلينا اكملك واقولك اللي مخوفني. انا خايف عليكي تقرري غلط او تقرري متاخر وتيجي في لحظه ما تلاقيش فرصتك الحقيقيه وتحس ان هي راحت مع ادهم، واحساسك ده يبقى بعد فوت الاوان. ده ايه الكلام الكبير ده يا اخ؟ هتفكري؟ انا مش فاهم انت معاصلك في ايه بس يا فرجاني. الواد ابنك اتخرج وخلاص وبيتمرن دلوقتي مع دكتور كبير ومن حقه يتجوز، والبت بنت المرحوم شوقي بنت متربيه وزي الفل، يبقى فيه ايه؟ في استعجاله فاتحه يا شغبي، في صربعه ملهاش لزوم. لا البت كبرت وعنست ولا الولا لسه عمل لنفسه حاجه. انت عاوزه يستنوا بقى لما يبقى عنده عياده الاول ويبقى دكتور كبير، وساعتها يخبط على اي ناس مستريحين وياخدوا العروسه المتريشه، مش كده؟ ولو ان مش كده، لكن فرضا انه كده، ايه المانع؟ ده وحيدي وما حلتيش غيره. ايوه بس الجدع جالك وقال لك ان في عمار بينه وبين البنت، يعني بيحبها، والحب بره حساباتك الخيبانه دي. حساباتي مش خيبانه يا شغب، وهون انت على روحك. انا عارف الدكتور ادخل له منين ورسيه على مصلحته. على فكره حازم قلقان من اللي انت قلته له، ولولا انه بيحبك كان قال لك. هيقول لي ايه وعيد لي يا شغبي؟ وبعدين انت بتتكلم كانك عارف سره اكتر مني. هو بصراحه جالي النهارده البيت واتكلم معايا وطلب مني اتوسط بينك وبينه. انا مش متخانق مع ابني يا فاتح، ومفيش وسايط بينه وما بينه، وبعدين انا ما رفضتلوش طلب. انا قلت له استنى سنه لقدام على ما نرتب له اموره ويخش على الجواز وهو مستريح، يبقى معاه شغله وشقه ونكون استقضينا له حته يركبها، يبقى ايه موسيمه قدام الناس. عداك العيب صح مليون في الميه. فيها ايه بقى لو تقدم للبيت وقرا الفاتحه وقدم الشبكه ويستنى بدل السنه سنتين حتى؟ وايه وجه الاستعجال بس؟ البنت يا فرجاني ما تستناش، هو يستنى هي ما تستناش. ابراهيم يا ابراهيم قوم. يا ابراهيم قوم بقى. يا وليه ما تتخضش، بس ما تتخضش، قوم يلا، جرس الباب بيرن من بدري، واللي بيضرب جرس الباب ده ما بيفصلش. ما بيفصلش ليه؟ قوم، باين في حاجه مهمه. مهمه ايه بس انت وانت ما فتحتش لي الباب؟ بس يا باشا ازاي يعني افتح الباب ساعه الفجر وحرمتك في حد في كده؟ الله، في شراقه وفي سكرتاه، بخاف لا يكون حرامي. الله، الراجل ده مش عايز يبطل الجرس ليه؟ انت بني ادم. قوم فزي يا اخوي، استني بس لما نلبس الكذبه. وقتهم الله، انت مش عايز تبطل الجرس ليه يا ولد؟ مين ده اللي بيخبط انت؟ بالراحه على الجرس اللي بترن انت. الله، هتحرق الكتاول بتاع الجرس. الله، مين الحيوان اللي ايده ماتت على الجرس ده؟ حيوان مين بس يا زفتاوي؟ ابراهيم يا باف. ده انا بقالي نص ساعة يدعى الجرس، ده حتى كان زمان الأموات في القرافة صاحيوا. قرافة لما تلمك يا أخي. طب حس على دمك شوية، حس على دمك، قول إن في ناس نايمة. طب إيه رأيك بقى؟ عايزك توريني عرض التليفون. بقول لك إيه؟ افتح عشان تعرف إيه الموضوع. كلم وأنت واقف عندك. عيب يا زفتاوي، مش كفاية قاطعني طول النهار على القهوة ما سألتش في أهلي؟ بس الحاج عباس لطفي مر عليا ساعة مغربية وشغلني معاه،
مملكتش اعمل اي مصلحه. اظن انت جاي تلومني عشان لطعتك شويه على القهوه. لا تلومني ولا لومك، انا جاي عايز فلوس عشان الرجاله اللي شغاله معانا في النقل. ها ده غير فلوس البدرشين. فلوس، والفلوس دي ما تستناش للصبح يا بني ادم. انت جاي على صراف على خزنه، انت جاي البيت، البيت ما فيهوش فلوس، اجيب لك فلوس منين؟ ماشي تستنى. المهم بقى في التانية يا زفتاوي ابراهيم، الباشا سهران الليله في المكتب وعايزك تروح له بسرعه. الباشا، ومن امتى بقى الباشا بقى بيبلغك علشان تبلغني مواعيده؟ امال فين حندوسه؟ ما انت عارف يا زفتاوي حندوسه ملوش في الطوارئ. طوارئ؟ طب مش عارفك ان هي طوارئ يا حادق؟ بقول لك يا زفتاوي، انا ما بحبش اتكلم كتير. المهم تنزل دلوقتي تروح للباشا وفورا، وتعمل حسابك بكره تشوف لي قرشين، هعدي عليك على الظهريه خدهم. سلام. استنى، تعالى خد. فين العربيه اللي هتوديني؟ خد تاكسي يا زفتاوي. زفت لما يلطلطك. راجل سقيل صحيح. ايه ده؟ مواعيد ايه الملخبطه دي؟ ده الفجر قرب يبدا العالم. انت ناوي تنزل بجد يا ابراهيم؟ انت كنت بتسمعها يا ام عادل؟ ده الكلام خرم وداني، وبعدين ايه الافتراء ده؟ ما تزعقيش كده، بس هو عادة ما بيعملهاش، بس يظهر الحكاية فيها حالة طوارئ بجد يعني. وهيجرى ايه يعني لو ما روحتش؟ يجرى ايه؟ يجرى كتير يا ام عادل. الدنيا تظلم. ويا دهب. يو فتحي، ده انا باين رحت في النوم. طب ما تشطبي وتروحي. طلبيه فرعوني لازم تتسلم بكره، ومسهره حسني معايا عشان يخلصها. الا انت ايه اللي رجعك تاني؟ بعد ما شطبنا جاني فرجاني وجاب ابنه، سهرنا نتكلم شويه عن ساره شوقي اللي هيخطبها. بعدين اكتشفت ان انا نسيت الدواء بتاع الحاجه في الورشه، جيت اخده. طب اقعد اشرب الشاي معايا. ماشي. برات شاي يا حسني. الست ملعلعه اهي بتسليني يا فتحي. بقى حازم ابن فرجاني منشن على البت بنت شوقي الصرفي؟ ايوه. اتاريه عاوز يجوز ابوه عشان يخلي سكه. طب وليه لا بصحيح يا بت؟ سبحان الله، تاني تاني يا شغبي. هو في ايه؟ هو ابن فرجاني في اول الليل وانت في اخره؟ انتوا ايه حكايتكم معايا في الليله اللي مش هيطلع لها فجر دي؟ بس من غير عصبيه، خلينا نناقش المسألة بالعقل. عقل ايه يا ابن المجنون انت كمان؟ طب ما فيش شاي، اتفضل بقى روح للحاج امك خليها تحميك وترقيك وتدخلك السرير. ولا يا حسني سك على الشاي. يلا انت مزعل ست البنات ليه يا استا فتحي؟ ايه ده؟ انت طلعت منين بقى ان شاء الله؟ من تحت بطن الارض. ما تعرفش ان انا الجنية اللي مخاوياك؟ قاعدين. معلش يا ايات حقك عليا، ما كانش قصدي اضايقك. بعد اذنك يا ست مليلة، اصلهم بيقولوا زي حضرة الملائكة. فاشر، وانت حد يقدر يقول عليك شيطان؟ ده انت سيد الملائكة كلها، مش كده برضو يا امو؟ هو اسمه ايه ده؟ وبعدين انت كمان، انت جاية تكمليها؟ مالك يا حبيبتي محمرالي عينيكي كده وشدالي نفسك، خوفتيني. اتف في عيب. بقولك يا وليه انت، انا مش ناقصاكي، انت مش جيتي لما لمحت القسطى فتحي داخل عندي وقاعد عندي؟ اتفضلي اهو مشي، اتفضلي وراه. والنبي يا اختي غلطانه، اللي ما لمحته ولا نضرته ده انا جايه لك انت، قصدك في شغلانه، عايزاكي تصلحي لي اسوره يا اختي اتكسرت والدلايه وقعت منها. بالاذن التليفون. عن اذنك، اصل الشبكه ساقطه هنا. الو.